صباح الخير الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ولكن ما عرفت علاش هذا الفرتي هذا. المهم يلاه كملت لكم الفيديو، غادي يعجبكم الفيديو يا سلام. وجيت نطلبكم واحد الطليبه، ديك النهار طلبكم حمزه واليوم بطلبكم نسرين. بلي القناه الثانيه الاخوان حليناها لكم، بغيناكم تزيدوا ديروا لنا فيها لي زابوني. اون فوا غادي توصل 10000 ابوني غادي نبداو نحطوا فيها محتوى اخر، وغادي تتبعوا ليا بجوج قنوات وفيديو هنا وفيديو هنا، وما كاين هي الضحكوا النشاط ها هو شط. يلا سيروا تفرجوا وما تنساوش ثاني ديروا لنا لايك وكومونتير وبارطاجيو مع صحابكم. لا غادي يضربكم شيوه. يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس، لا غادي يضربكم شيوه. بابا ان شاء الله ينسى لي انا هذا الشيء، هذا غادي ندور العالم كامل دابا تشوف. ان شاء الله ولدي الله يوفقك. اش هذاك الشيء؟ والو بابا كيفاش والو؟ واش هذاك القرو اللي في يديك؟ واش من قره بابا؟ استغفر الله، واش انت باغي تحمقني ولا مالك؟ واش هو داك الشيء اللي هز في يديك؟ مالي انا عما ما تنشوفش. هذا انا براسي ما عرفت صراحه. ومنين جاك؟ باينه بابا منين جابها؟ يكون جابها من الزنقه 100%. انت سكت ما دويتش معاك، انا قلت لك واخا سمعتيني. دابا البارح دخلت البيت عند حمزه ولقيتو تيدير بحال هكا تيبرم هذا الشيء هكا تيبرمو، ولكن داير هنا واحد اللعيبه خضراء. وقلت ليه شنو داك الشيء الحواميز؟ قال لي سكت سكت ما تقولها حتى شي حد. وقال لي انا دابا غادي نبرمها بحال هكا، وفاش غادي نشربها غادي تطورني العالم كامل. ايا سكت سكت، علاش هاد الشيء اللي لقيتك تدير؟ ندمت على النهار فاش قلت لك شي حاجه. برمها وتطورك العالم، زيد زيد كمل. ما عرفتش بابا قال لي برمها وشربها وغادي تدور العالم كامل. وقال لي طلع حتى للمريخ. عافاك بابا بغيت نمشي للمريخ مع حمزه، الله يرحم ليك الوالدين. هذا غادي تمشي للمريخ، غادي تمشي ليها وليدي، علاش لا؟ غادي تفوتو كاع بصح. حاجه خضراء تتبرمها تديك المريخ، شبيتكم زعما؟ ما عرفتيش شنو هي ساهله بابا؟ باينه تكون هي القرعه هذيك هي اللي خضراء. لا ماشي قرعه. ها وشنو؟ انا نوري الحشيش اللي ولدك دابا شنو هي. اجي لهنا. طلع عرض الله بابا هاك لمك. اح بابا هادشي اللي علمتي ليا الدري وباقي صغير ادوي؟ والله ما علمتو شي حاجه. واش داك انت لهاد الشيء؟ هادشي راه عنده علاقه بالسياسه. اي انت وليتي تعرف السياسه؟ اي السياسه؟ هاد السياسه؟ طلع عرض الله والله ما باقي نعاود السياسه. ماما مالك تتبكي؟ ياك شي بس ما كاين، اشنو طاري؟ علاش تتبكي؟ ادوي. ابابا مالك بنتي نسرين؟ شوف شوف ماما مالها تتبكي، فينا هي؟ ها هي هي قدامك. واش انت باقي ناعس ولا مالك؟ مالك هذيك المراه ما تدويش معايا. ادوي مالك تتبكي؟ انا غادي نقول لكم، ولكن هاد الحاجه اللي غادي نقول لكم راه خطيره وبغيتكم توقفوا معايا. اي قدره واخا مراتي ومعشراني هادي 20 سنه ما تتعرفينيش. بنتي نسري؟ نعم بابا. نوضي جيب هذاك السلاح من البيت واخا هي الاولى تتسويتي يكون عندك. الله يرضى عليك بنتي. الراجل راه السلاح ما عنده باش ينفعنا في هاد الشيء هذا. ودابا واش غادي تقولي ولا غادي نبدا بك انت الاولى؟ واه بركه من البكه وقولي لي اشنو طاري ليك. هاني جيت وجبت معايا حتى الفردي. الصراحه انا ضربت بوليسي. اويلي بوليسي مشينا فيها وقوليها من الاول خلعتينا بحال ما عطاش نوطاري. ها ضربتي بوليسي؟ سمعتي ولدي حمزه؟ سمعت بابا. ولكن شنو غادي نديرو؟ ضربات بوليسي. راه عرفت بابا بوليسي، ولكن اش بينا نديرو؟ ما عندنا ما نديرو، راه خصنا نوقفو مع ماما. انا نسيتي 20 عام تاع العشره. ها خصنا نوقفو معها وقفه رجل. وهو عندك الحق ولدي، عرفتي اش دير؟ انت هز التليفون وعيط لوكيل الملك. كنت عارفه بلي نتوما ديما معايا وديما في جنبي وما عمركم غادي تخلاو عليا ولا تخلوني بوحدي. الله يخليكم ليا ويطول ليا في عمركم. هي الاولى الوالد. اش هذا؟ ما عرفتيش اش هذا الشيء؟ لا ما عرفتش. هذا ولدي الصوت ديال الطوموبيله ديال البوليس. والله الا هو هي جايين. اجي تتعرفيني على المراه؟ انت راجلي كدابه. اش بيني وبينك؟ وانا تتعرفيني؟ انت بنتي نسرين. اصلا انا ماشي بنت، انا دري ياك؟ ايه. وانا تتعرفيني؟ وانت ولدي حمزه كدابه. دعتوني دقه وحده ياك؟ هادي هي طرجليه.